سيدنا علي رضي الله عنه روى حديث في صحيح مسلم من أكثر من طريق. أوصاه بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما وجدت قبرا ارتفع على الأرض قدر الشبر وأكثر من الشبر سويته بالأرض، سويته بالتراب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفاة الشيخ عبد السلام الجزائري. انتشر خبر وفاة الشيخ والمربي أبو عبد السلام الجزائري اليوم الثلاثاء بعد جهد كبير من العطاء والبذل في مجال الخطب والتأليف، حيث أنه اعتمد على الكثير من التأليفات وتخصص في الكتب وعرف في الكثير من الأعمال التي تميز به، وهو من كبار رجال الدين الذي عرف في علوم القرآن وكان من بين المفسرين في علومه. الشيخ أبو عبد السلام الجزائري هو جعفر والفقي المعروف بأبي عبد السلام، وهو من مواليد قرية واريريت الواقعة في بلدية طمقرة في ولاية بجاية، وكان تاريخ ميلاده في 12/2 سنة 1946، حيث أنه قرأ القرآن في مسجد قريته، ومن ثم توقف عن الدراسة بسبب الثورة المباركة، وبعد ذلك استأنف الدراسة وحصل على شهادة الابتدائية ثم المتوسطة، وتمكن من الدخول إلى الجامعة وحصل على الدراسات العليا، وبعد ذلك حصل على شهادة البياني في تخصص اللغة العربية سنة 1974. أكمل السنة الرابعة وتمكن في عام 1983 من التسجيل في الدراسات وحصل على شهادة الماجستير في الفقه، وتمكن من تقديم رسالة المصالح المرسلة وسد الذرائع في الفقه المالكي، ثم حصل على شهادة الدكتوراه وحقق العديد من المخطوطات التوضيحية، وتخصصه في شرح الشيخ خليل علي ابن الحاجب وكذلك في الفقه ووصوله للمذهب المالكي. الشيخ عبد السلام الجزائري له مؤلفات عديدة، ومن أبرز المناصب والأعمال التي شغلها: تعين موظف بالمجلس الوطني عام 1962، معلم وأستاذ في التعليم الثانوي، أستاذ وباحث مساهم في تأليف الكتب المدرسية، كان مفتش في التعليم الثانوي والتكوين العلوم الشرعية عام 1986 الدراسات والتخليص، ثم مدير الإرشاد عشائر ومدير التوجيه الديني والتعليم القرآني. ساهم في عملية تكوينية خاصة بالمفتشين في الربط، وسهل في عملية تكوينية خاصة بالمفتشين في ليون. انتشر خبر وفاة الشيخ والمربي الفاضل أبو عبد السلام الجزائري، وتوفي الشيخ الخبير عبد السلام صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 76 عاما، وشارك الشيخ أبو عبد السلام في العديد من الأعمال والمساهمات والنشاطات الإعلامية، وآراؤه الكثيرة من الفتاوى عبر الهاتف، وكتب العديد من المقالات والمواضيع، وتخصص في الخدمات القرآنية. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.